تقييم الروم هو الجزء اللي يكون 15 قرش. هذا الحد الأدنى عند البعض. أحيانا كل وسائل الإعلام راح تعرف أغلب عن الإسرائيل. التجار عندنا تجار نظاميين لا بأس، بصح المناطق النائية مش كل نشاط جديد، والذي يميز أنه في الدول المتقدمة كانت هذه النشاطات عنده وثيقة ولا ما عندوش وثيقة، له محضر رسمي. تاجر متنقل في خدمتكم، هذه الخدمة تعطيك الخاصية، تبحث أي تاجر متنقل في الولاية تاعك، عندك تعطي لها الولاية وتعطي لها النشاط، النشاط تقدر تكتب بالكود نتاعك ولا تكتب بالتسمية، مثلا نديرو مثلا ولاية الطارف، نشوفو مثلا مرصص متنقل، تحب تكتب مرصص متنقل، هاي يخرجولك ليزاكتيفيتي تخير، دير بحث. اللي راح يمدها لك النتيجة راح يعطيك الاسم واللقب العنوان تاع التاجر ويعطيك رقم الهاتف نتاعه. انت تتصل به، سمك تتصل بالهاتف هذا بالسيد هذا عم بالك بلي هذا التاجر نظامي تاع البلدية محمود هجيرة مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية الطارف. نعلن رسميا عن انطلاق القافلة التحسيسية للسجل التجاري المتنقل على مستوى ولاية الطارف، وذلك ابتداء من هذا اليوم موفق الاثنين فيفري إلى غاية 9 فيفري لتجوب كل تراب الولاية 24 بلدية، وذلك من أجل تحسيس كل المتدخلين وكذلك كل من له رغبة في القيد في السجل التجاري المتنقل، فإن أبواب الفرع المحلي للسجل التجاري الأبواب نتاعو مفتوحة من أجل مرافقتهم، وهذا بهدف خلق مناصب شغل، بهدف تأطير كل تجارة حتى وإذا كانت تجارة غير رسمية. فالآن إن شاء الله راح يدخلوا في التجارة الرسمية المنظمة، وكذلك تساعدهم في الاستفادة من التقاعد إن شاء الله مستقبلا، وكذلك من الضمان الاجتماعي وكذلك التغطية الصحية. ولذلك ندعو كل من له الرغبة في الانخراط بهذا النشاط على مستوى الولاية التقرب من مصالح الفرع المحلي للسجل التجاري. شكرا. سيدة طولبيا راضية مأمورة الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية الطارف. تبعا لما قالته السيدة مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية الطارف، نعلن رسميا عن انطلاق القافلة الوطنية التحسيسية للتجارة المتنقلة التي سوف تجوب معظم بلدية ولاية الطارف 24 والأسواق الأسبوعية كذلك المناطق النائية، قصد تحسيس أكبر عدد ممكن من الساكنة، قصد التسجيل في سجل تجاري في إطار التجارة المتنقلة، وهذا لضمان تموين المناطق النائية بمختلف البضائع والسلع ومختلف الخدمات التي سوف يقدمها هؤلاء التجار الذين سوف يعتبرون تجار نظاميين، لخلق منافسة شرعية ولخلق مناصب شغل جديدة وللاستفادة من التغطية الصحية وكل المزايا التجارة النظامية. كذلك ما ننسى أن ننوه بأن التجارة المتنقلة السلطات العليا والهيئات العليا لوزارة التجارة أقرت لها تعريفات منخفضة جد رمزية، نقدر نقول أنها تعريفات رمزية 1000 دينار فقط، كما أنها قلصت من الملف الواجب تقديمه للتسجيل في سجل تجاري، أو الملف يقتصر على بطاقة التعريف الوطنية، هذا كله لتشجيع التجارة النظامية. وشكرا. نسب الاتحاد العام للتجار الحرفيين مكتب ولاية الطارف،
اولا نحن نثمن ما جاءت به وزاره التجاره على لسان السيد وزير التجاره وكل ما قدمه وشروحات من طرف السيده مديره التجاره ومديره السجل التجاري. نحن اليوم سنقوم بحمله تحسيسيه عبر الاسواق والتجار التجاره الموازيه من اجل التحسيس ومن اجل استقطاب التجار من اجل الدخول في التجاره النظاميه. نحن كاتحاد التجار كنا نعاني من هذه التجاره الفوضويه والتجاره الموازيه، لكن هذا القانون سيجعل من التجار الفوضويين تجار نظاميين، وستكون ان شاء الله اسواق فضاءات من اجل ممارسه هذا النشاط، وكذلك المناطق الظل سيستفيد ايضا من هذا التجار المتنقلين. شيء جميل اننا نرى ان هناك ستكون هناك تجاره نظاميه فقط، وسنقضي على التجاره الفوضويه. وشكرا.